تعال اقول لك النهارده ازاي تروح اسكندريه يومين بشقه باكلك بمصاريفك بشربك بكل حاجه اقل من 400 جنيه بس. يلا بينا. اول حاجه لازم تكون عارف ان في الفيديو ده هنقسم المصاريف لجزئين، جزء مصاريف اساسيه وجزء مصاريف يخو بقى وكده. المصاريف الاساسيه هتبقى مصاريف زي القطر رايح جاي والشاطئ والاكل والمشروع اللي هو الميكروباص طبعا هناك والسكن، والمصاريف اليخو ودي هتبقى خلي بالك اللي انا هتكلم في الفيديو ان الطبيعي انت مش هتروح الاسكندريه لوحدك، انت هتروح اسكندريه انت وواحد صاحبك على الاقل خالص اذا ما كانش 3 أو 4. وطبعا حط في اعتبارك ان انت كل ما هتزود الصحاب كل ما المصاريف دي هتقل، يعني انت لو جبت واحد صاحبك هتبقى المصاريف غير لما انت تجيب 2 من صحابك او 3 وكده، يعني يا ريت تفهمني بقى. ويلا بينا نخش على الفيديو على طول. هتصحى الساعة 7 الصبح علشان تلحق تروح تحجز القطر رقم 1133 الروسي الجديد، وده ب 35 جنيه بيتحرك الساعة 9 وتلت من القاهرة بالظبط الصبح وبيقف على 3 محطات بس. وطبعا ما تنساش أهم حاجة الصورة اللي هنحطها على انستجرام ونملى بيها الانستجرام، وطبعا روح اعملي فولو على انستجرام بسرعة. هو المفروض في العادي إن أنت أصلا بتحجز التيكت قبلها بيوم أو بيومين، بس برضو عادي إنك تروح أصلا تحجز في نفس اليوم، ولكن ده مش مضمون قوي علشان ما تتسوحش مثلا تكون جايب حاجات وكل حاجة وتلاقي مثلا هو بيقول لك مفيش مكان في القطر والكلام ده. فالمفروض تكون حاجزها بيوم او يومين ويرفع شاحنة اخرى. هتدخل الساحة بتاعت محطة القطر وتقعد تستنى القطر، والشاشة هتقول لك قطرك هيجي على انهي رصيف عشان ما تتسوحش وتدخل رصيف غير الرصيف بتاعك وما تلحقش القطر. وادي القطر وصل بالسلامة. القطر فاضي، ممكن تقعد على اي كرسي انت عايزه براحتك من غير ما اي حد هيكلمك. روسي بقى وكده. وطبعا مش هننسى اهم حاجة في السفرية دي وهي نوسة، لازم نوسة تكون معانا. اسكندرية يا بحرية. القطر بيمشي الساعة 9 وتلت بالظبط، صح، والقطر ده فيه حمام ونضيف كمان. توكلنا على الله. طبعا الطريق في القطر بيجوع، فهنجيب فطار خفيف يجي مثلا ب10 جنيه كده تسالي يعني، ودي هتبقى طبعا من المصاريف الأساسية. ده طبعا غير ان انا مش هينفع اروح اي حتة خالص مهما كانت غير ولا يسقف بتاعي، زائد ان انا بقلبه بجري. ولا اقسم بالله خيال، اقسم بالله جمال، اقسم بالله دلال، اقسم بالله بس يا وحش بقى. وطول ما انت قاعد في القطر فانت هتشوف اراضي زراعيه جنبك على اليمين وعلى الشمال طول الطريق يعتبر. وطبعا زي ما قلنا اول الفيديو اتصور وصور نوسا وجبنا الانستجرام كله، وطبعا روح اعمل الانستجرام فولو هناك بسرعه. وهتجهز نفسك علشان هتنزل المحطة القبل الأخيرة وهي محطة سيدي جابر. ولا اقسم بالله حريقة اسكندرية حريقة. اول ما هتنزل هتركب مشروع ب4 جنيه عشان تروح شارع خالد بن الوليد. غالبا اول ما توصل خالد بن الوليد هتلاقي الناس كلها بره بتقول لك ان في شقق وسماسرة والكلام ده، بس علشان ما يضحكش عليك او علشان ما حدش مثلا ياخد منك مثلا فلوس سمسره والشغل ده، انا دخلت على اوليكس كتبت خالد بن الوليد شقق للايجار، فلقيت شقق وهتلاقيها في ماكسيمم 200 جنيه 250 جنيه بزياده قوي، بس احنا لقينا حاجه ب 200 جنيه اوضتين وصاله. وبرده انت مش هتاخدها علشان تعيش فيها او حاجه، انت هتاخدها بس عشان تحط فيها شنطك وعشان تنام او عشان تحط فيها الحاجات مثلا لو انت معاك شنط كبيره او لاب وكده، وتبدا تنزل بالليل وتشوف حياتك هتبقى عامله ازاي. فهسيب لك رقم الشخص اللي خدت منه الشقه. ولا هتلاقي في حاجات جنب البحر وحاجات بعيده عن البحر وكام ده كده كده برده قلت لك هتفرق معاك، انت بس هتاخدها عشان تنام فيها وتحط فيها شنطك. فاقل شقه هنا في اليوم بتبقى 200 جنيه، فزي ما انا قلت لك انت بتشوف حاجه بس تقعد فيها وخلاص عشان البادجت بتاعك. الشقة حلوة، كان سرير مريح والشقة كبيرة، وبرضو انت مش عايزها غير في انك تنام بس وتحط شنطتك وبس يعتبر. الشقة حلوة طين وصالة، بس يعني زي ما قلت لك برضو ما فيهاش الواو اللي انت مستنيه، ما فيهاش بقى الهوم سيرفيس بقى واللي عايزين دلوقتي بقى واحد شمبانيا، ما فيش الكلام ده خالص. انت هتقعد يا باشا في شقة تقعد فيها تنام تسيب حاجاتك وتبدا تشوف الدنيا هتمشي معاك ازاي. هترتاح شوية في الشقة وتنزل تركب مشروع تاني عشان تروح المسرح الروماني او مكتبة اسكندرية او القلعة، ودي هنعمل جزء تاني للحاجات دي. وما تنساش انت بس تعمل سبسكرايب وانا هظبطك في كل ده. فيلا بينا. بعد ما جينا وشفنا الشقه وشفنا ازاي تجيبه ونروح فين ونيجي منين وكل حاجه، دلوقتي احنا هنيجي محطه الرمل. المفروض احنا كنا رايحين قلعه اسكندريه او قلعه قايتباي، بس الموضوع طلع لسه يعني اتاخرنا، ممكن نروحها بكره. بس دلوقتي ممكن نشوف دلوقتي محطه الرمل ونشوف هنتصور هناك ازاي وهيبقى في ايه هناك قبل ما نروح ناكل ايه يا عم، شوف الدنيا هتمشي معانا ازاي في الاكل. فيلا بينا. ولو انت حاسس ان انت هتوه فالموضوع بالصعب خالص، انت بس نزل جوجل ماب على الموبايل بتاعك واكتب اي حته انت عايز تروحها وهو يقول لك هتروحها ازاي وفي ايه كمان وتركب ايه كمان بالظبط. اعلان مش مدفوع.
وطبعا عيش حياتك وتصور واعمل بوم رانج وغيث صحابك. يابا بص عيش حياتك يا اخي، محتاج ايه اكتر من كده؟ منظر البحر وصوته وحلاوته وجماله ورشاقته وحنيته. 6 and a half hours late. وانت قاعد بقى في منطقة اسمها سبورت على البحر، هتكتشف ان على اليمة التانية اللي هي الناحية التانية محل اسمه ريف الدمشقي، وجنبه على طول جيلاتي عزة، وده هنتكلم عليه بالتفصيل بعدين. بعد ما تخلص الدنيا كلها بتاعتك تيجي على ريف الدمشقي تجيب عرض ال 100 جنيه، وفي 3 عروض هناك هحط لك 3 عروض هنا، مش مشكلة في الفينيو، ولكن انت معايا اقول له عايز عرض ال 100 جنيه، وانا هقول لك انا جبت ايه دلوقتي واحط لك صورة العرض اللي جاي. فالموضوع جامد جدا جدا، العرض ال 100 جنيه بيكفي فردين، فانا جايبه عشان هيقعد معايا يومين، هاخد ايده يومين يعني كلهم واظبط يومين بنفسي. فتعالوا دلوقتي نحل. محلات ريف الدمشقي دي حرفيا بتغطي اسكندريه كلها، وعندهم عروض اسمها عروض ال 100 جنيه، دي بتبقى موجوده على الفيسبوك بس، يعني انت لو رحت قلت لهم انا عايز عروض ال 100 جنيه هيقولوا لك، لكن انت لو دورت عليهم في المنيو مش هتلاقيه. ودي بتبقى 3 عروض بتكفي شخصين، اول عرض بيبقى 3 فتة شاورما و2 بطاطس ولتر بيبس، وتاني عرض اللي هو بيبقى 2 ساندوتش كوتزيلا و2 شاورما سوري وكولا. اول عرض اللي انا طلبته اللي هو 2 فتة شاورما وجردر كريسبي 6 قطع فراخ وبعيش وبطاطس وصوص، ولا اروع من كده. والعروض دي شامله كل حاجه، يعني هتدفع ال 100 جنيه وبس. وبعد ما تخلص ريف الدمشقي هتروح جيلاتي عزه اللي هو جنبه على طول بالظبط، وجيلاتي عزه حرفيا موجود في اسكندريه، ودي اصلا ممكن اكتر حاجه هتشوفها في اسكندريه هو جيلاتي عزه. وكده كفايه قوي لحد كده، هختم اليوم مع الغروب الجامد بفتيكو. بعد ما اخلص غروب الشمس الجامد ده هروح اكل جيلاتي عزة، الطبق الكبير جمودة ده ب15 جنيه، دي ميكسات كل الانواع اللي ممكن تتخيلها، ممكن برضو تعمل النوع اللي انت عايزه مش لازم الميكسات، بس طبق جامد او ب15 جنيه. وبعدين هاكل بقية الاكل بتاع جول الشام، عشان حرفيا الاكل ده كتير جدا، وننام بقى علشان بكرة دمار. صباح الخير، قضينا ليلة حلوة النهاردة، وده تاني يوم ليا في اسكندريه، فاحنا طبعا ما رحناش بحر، واسكندريه يعني بحر بحر والدنيا دي كلها، فتعالوا نشوف البحر بيتكلم عن ايه، يلا بينا. قدام خالد بن الوليد بالظبط هتلاقي شاطئ ميام المتميز، هتلاقي الدخول ب 15 جنيه وشامل الشمسيه والكرسي والمكان كله، بس خلي بالك الامانات ب 45 جنيه. كيفني! وطول ما انت ماشي اصلا في شارع الجيش اللي هو الشارع اللي على البحر ده اللي مشهور جدا في اسكندريه، هتلاقي ان كل اللي جنبك ده شواطئ نفس السعر يعتبر ونفس الاماكن وكل حاجه. بعد ما خلصنا البحر واستريحنا شويه وكلنا من الاكل اللي كان متبقي امبارح اللي هو عرض ال 100 جنيه، المفروض النهارده اخر يوم في اسكندريه، بس انا حاسس ان ممكن نعمل حاجه كمان، فتعالوا نشوف ممكن نعمل ايه في الوقت المتبقي من هذا اليوم. هتروح تركب الترمباي وتروح على واحد من اشهر المولات هناك، وهو مول سان ستيفانو. بصوا اسكندريه محروسه حلوه، لا حلوه بغباء، لا حلوه فشخ ولا، بس بالنسبه لي اليومين اللي انا جاي فيهم اسكندريه خلصوا، فهرجع سيدي جابر واحجز قطر الساعه 8 الا ربع، برضو الروسي اللي ب 35 جنيه عشان نرجع القاهره. واه صح، ما تنساش الجزء الثاني هنتكلم عن اشهر الحاجات اللي في اسكندريه وارخصهم زي السمك والاكل هناك لو انت هتروح مع العيله او الكلام ده، فما تنساش تعمل سبسكرايب. اعمل سبسكرايب يا كابتن. بس حبيت اعرفك ان انت لو عايز تروح اسكندريه وعايز تصيف مش لازم تدفع 3000 جنيه و4000 جنيه، لا ممكن الموضوع يتلخص معاك في 400 او 300 جنيه بس، زي ما انت ما شفت في الفيديو ده. فمفروض اللي عايز تروح اي حته تروح، عايز تسافر، عايز تخرج، عايز تعمل اي حاجه، ابسط نفسك باقل التكاليف وكل حاجه ممكنه زي ما شفتوا في الفيديو ده، وان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديوهات كتيره جدا بنفس النوعيه دي، ان انت تروح اماكن كتيره بمصاريف قليله. وكالعاده دوس يا كوتش، دوس يا كوتش. السلام عليكم.